ضهرنا في ضهر بعض، واول لما ترزق هنبط. دي دايما الجمله اللي هي المعتاده اللي بتتقال في كل الافلام، يعني ضهرنا في ضهر بعض، ويوم ما نقول نبطل نبطل. هي جمله ليها معنى كبير جدا وانا بحبها. عينينا على بعض وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام ازيد اي حد فينا. هو دايما الجمله المشهوره بتاعت ولاد رزق، اخر مره وبعد كده هنبطل، دي ايكونيك. يعني تعهدنا اول لما نمسك قرش وترزق ان احنا نبطل، وبطلنا. هم حبهم لبعض واخلاصهم لبعض وهم ولائهم وانتمائهم لبعضهم، فده كان يعني ده بالنسبه لي اكتر حاجه بحبها مثلا في ولاد رزق. هي فرديه بتتقال دايما في اخر الفيلم، كل مره بتيجي من حد، يعني ما بين تايسون اللي هو رؤوف حمزاوي ورضا اللي هو عز. في الاولاني تايسون كان بيسال رضا، قال له لو ما كانش المخدرات في شنطه العربيه كنت عملته ايه؟ الحاجه اللي ما كانتش في الشنطه كنت هتعمل ايه؟ كنا هنت تظابط بقى وفاهم. ها تليفونات يا باشا، كشف عينيكوا امانه. السلام عليكم. وفي الثاني كان عايز بيسأل تايسون، لو كنت خدت نصيبك كنت عملت فينا ايه؟ دلوقتي انا يعني عايز افترض حوار كده، لو كان الراجل الخلوق ده اداك نصيبك من الفلوس كنت هتعمل فينا ايه؟ لا ده انا ساعتها كنت دلوقتي رزق بقى. لا البس والقمر ربيع. هوب الاول يا مشايخ العرب. انا بحب قوي المشهد اللي احمد عز بيتكلم فيه مع نسرين في الحاره، وبعد كده بيقول اي دوكا دماغه توينز يا حنان. اسمعي يا منطقه حنان، دي تخصني. اسمعي يا منطقه، البنت حنان بنت الحاج حسين تخصني. نقول كمان، حنان بنت الحاج حسين تخصني. اي دكر يشقلب يتدحرج دماغه توز ويروح لوحيها هقطع وشه. امين، اللهم بلغت. بس شخصية رمضان وبتاع، وهو بيحاول يكلم بنته يزبط معاها وبتنفض له وحاجات كده. رضا الملوم اللي انت اديتهوني ما نايماش طول الليل، ده انا كان فاضل لي تكه واطلع الوحش اللي جواه. ايوه بقى، بس نامت في الاخر. ايه وردك اللي نامت يا دي يا عرسه؟ ولا رمضان، انت شكل حد ظبطك في كراته. كميه العسل اللي انت بتاكلها دي. بشحن يا رضا بشحن. يا جماعه الواد ده ساذج، انا فاهمه. رمضان سيب البتاع ده وتعالى. انت هتاخد الحبايه دي. حلو، خدها وتاخد الدهان ده تدهنه. دهنه فين بقى؟ تحت باطك طبعا. نهار اسود ومنيل، ده مش محتاج يدهن، ده محتاج يختص. احلى منهم. طب ده عشاني ولا عشان الموز؟ نهار اسود ومنيل، انت يا حمار ما اتعلمتش حاجه من اخواتك خالص. بشتغلكوا يا جدعان، في ايه؟ بس ينفع اطلع الوحش اللي جوه الاول؟ هنلاقيك خلف على سن الباب ده. كنت بقولها لاحمد الفيشاوي في الجزء الاولاني. اصل الجمله دي واحد صاحبي ظابط قالها لي في التليفون. قبل ما ادخل المشهد في حاجه عايز اعملها انا مش عارف ايه، فقال لي قول له علقك خلف على سن الباب ده. وانا عليا الحرام من دي لو ما نطقت لخلي شفيقي علقك خلف على سن الباب ده. وانا بدايه الفيلم كانت بالنسبه لي كمؤلف من فكره عاطف اللي ساكن قدام ولاد رزق وبيحلم يبقى واحد منهم. فكره الشخص اللي مش من ولاد رزق بس بيحلم يبقى واحد منهم، دي كانت البدايه، ودي اهم جمله بالنسبه لي كانت، لان كان لها ذكريات معايا كتير. ولاد رزق يا باشا دول العين عين المنطقه يعني، واي حد يتمنى يبقى منهم. تيجي زي ما تيجي حاطين سالكين صافيين، تيجي زي ما تيجي.